من بغداد إلى واشنطن كانت الوجهة. مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي في زيارة رسمية مغادرا العراق، مهمة ليست بالهينة نظرا لحجم التعقيدات في مسيرة العلاقات بين بغداد وواشنطن مع انقسام وتنوع وجهات النظر بين القوى وبعض الكتل السياسية العراقية تجاه التواجد الأمريكي، إلى جانب ما يحمله الكاظمي من مسؤولية كبيرة وضعت بين يديه لتحقيق الطموح لشعب طالما عول عليه الكثير لتعويض ما فاته في ظل الحكومات السابقة. عانى العراق أن يستقل بكل استقلالية لإرادته وأن يكون مخير في اختيار علاقات الخارجية مع كل دول العالم. أعتقد العراق ابتلي بالتدخلات الخارجية، بالتالي اليوم جزء من التدخلات الخارجية أو أولى الخطوات هي بأن يكون هنالك خروج كامل لكل القوات الأمريكية والأجنبية من الأراضي العراقية بعد الانتصار على داعش، وإذا كان هنالك نية للمجتمع الدولي والدول التي لديها مصالح في العراق، ممكن العراق لديه أبواب مفتوحة مع علاقات الخارجية في كل الفضاء العالمي. فبالتالي اليوم القواعد العلاقات الخارجية هي المصالح المشتركة واحترام سيادة العراق وعدم التدخل بالشأن الداخلي. بالتزامن مع أجواء التوتر التي تسود العلاقات بين البلدين، تحديدا ما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي، والذي وضع الكاظمي في تحد صعب أمام الأطراف التي تراهن على نجاح هذه الزيارة، خصوصا مع زيادة الضربات التي تستهدف أماكن تواجد القوات الأمريكية التي رافقت الإعلان عن زيارة الكاظمي لواشنطن، حيث رجحت بعض القوى السياسية أن العراق لن يحظى بالمساعدات من أي نوع مع استمرار تلك الهجمات الصاروخية على مقرات القوات الأمريكية، وبالتالي فأن هذه الزيارة لن تتعدى كونها لنقل الرسائل بين واشنطن وطهران لتهدئة الأوضاع بين الجانبين، خاصة وأن الساحة العراقية هي مسرح لأي اصطدام بين الطرفين. بينما اعتبر محللون سياسيون وناشطون أن هذه الزيارة تعد نقطة انطلاق جديدة تعبر عن إرادة حقيقية عراقية. الزيارة بشكل عام هي تهدف إلى تنظيم العلاقة كما أسلفنا، الجانب واحد من عدها هو الجانب الأمني، ولكن تبقى لدينا 10 جوانب أخرى، جانب اقتصادي، جانب ثقافي، جانب إعلامي، جانب سياسي، لابد من أن يجري البحث فيها، إذ أن هذه الأمور كلها معلقة لحد الآن لم تنفذ، وفيها فوائد كبيرة للعراق وكذلك أيضا فائدة استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية. كل طرف سيحاول أن يتقرب من الآخر لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية التي فيها منفعة للطرفين. العراق هنا اليوم يقف على حافة الفوضى، إذا أردنا نسميها بهذا الشكل ممكن تسمية صحيحة، خصوصا في مجال الاقتصادي الأمني السياسي، والتحدي الأكبر لهذه الحكومة هو الذهاب لانتخابات مبكرة بنتائج حقيقية وتهيئة لهذه الانتخابات. بالتالي هذه التهيئة تحتاج للمجتمع الدولي، تحتاج لدعم أمريكا، وتحتاج لتضافر كل الجهود الداخلية والخارجية. كعراقيين ما متوقعين ومو متفائلين بحجم كبير من هذه الزيارة، لكن على الأقل مردوداتها المعنوية، بقاء العراق على تعاون مع كل المحاور الشرقية والغربية، ممكن تعطينا توازن في الداخل العراقي. ملفات ثقيلة وآمال متضاربة بين القوى السياسية التي تتباين بينها الدوافع بشأن ما يحمله الكاظمي في جعبته من رسائل مهمة، والتي يحاول من خلال زيارته هذا تحقيق تقدم في ملفات الطاقة والاستثمار والاقتصاد، وهو ما تراهن عليه بعض الأطراف العراقية. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.